حياك الله، حياك الله أخوي عبد العزيز، يا حياك حياك الله، الله. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ طيب الحمد الله لله. يحييك. تحياتي تحياتي للشعب الكويتي الأصيل الصديق الحبيب، الشعب الكويتي اللي فعلا بيشرف، اللي بنحط على الرأس فعلا. الله يسلمك. وأنا حبيت يعني من خلال هالمنبر انه يعني اوصل صوتي لاهلنا الاشقاء في الكويت، اكبر داعمين للاردن في كل الصعاب اللي مر فيها الاردن، دائما الكويت على راس الداعمين للاردن. الشعب الكويتي له محبه، له محبه كبيره من كل الشعب الاردني. وانا حبيت يعني اطل من خلال برنامجك صوتيا اخوي عبد العزيز، حتى يعني أحكي كلمة لأهلنا في الكويت، إنه ما حصل هو فقط من نفر فئة ضالة قليلة جدا لا تتعدى أصابع اليد الواحدة مأجورة. لا 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 يعني نعم، لا أخوي بسام، لا 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 لا، جمهور نعم كامل، جمهور كامل، لا تقول في سيدي جمهور على المدرج مو كامل، جمهور كامل، لا كامل. انتم ما شفتوا الفيديو، انتم ما شفتوا الجمهور كامل، كانوا شفتوا الفيديو، كانت مجموعه، كانت مجموعه وقت ما صار مشكله مع سلطان، الجمهور كله كامل. لا لا هذا الجمهور كله كامل محمد، ثق تماما، خل اخلص مع الجمهور. بالفوضى، بالفوضى اللي يقود الجاهل، بالفوضى اللي يقود الجاهل. بس اخلص مع اخوي بسام. يا اخوان تفضل يا بسام، تفضل. اخوي عبد العزيز، انت بتعرف يا اخوي يا عبد العزيز، انت بتعرف انه الجمهور بالملاعب يعني جمهور زي ما بنحكي دهماء، ناس بتستمع الى هتاف وتبدا بالهتاف دون ان تعلم او تعي ما يقال. فلذلك هناك مجموعه من الجماهير فقط تذهب الى المباريات، حتى لو أي إنسان هتف أي هتاف تبدأ بترديد هذا الهتاف دون أن تعلم يعني أجندات التي تقف وراء مثل هذه الهتافات. لأنه أنت بتعرف أخوي عبد العزيز والناس الضيوف اللي عندك بيعرفوا أنه بالمدرجات تبدأ بمشجع أو اثنين يبدأوا بهتافات ويبدأ من ورائهم المئات او الالاف بترديد هذه الهتافات. فلذلك احنا هتافات على الفريق يا استاذ، مو على الدوله اللي تباريكم، على فريق ضد هتاف. نعم اقول هذا فريق مو زين، مو على المنتخب جاي عندكم ضيف. خل اخلص يا لا لا يا اخوي، يا اخوي احنا بنقول احنا هذا الجمهور مين بحركه؟ اذا كان في الاف المدرجات، اذا واحد بدا بالهتافات بهب الجمهور بالهتاف دون ان يعلم نعم. نوايا اللي اطلقوا هذه الهتافات في بعض نعم. الجماهير ماجوره ويدفع لها اموال مقابل بلبله وعمل فتنه. هناك ناس يعني يريدوا الفتنه بين الاردن والكويت، لانه علاقات راسخه، علاقات اخويه، علاقات قويه بين القيادتين، بين الشعبين. صحيح ما تتوقع صحيح. المحبه ترى اليوم ايضا اخوي بسام، جلاله الملك اتصل في سمو الامير ووضح له ايضا بعض نعم الامور نعم، وايضا اعتذر له عن بعض التصرفات الصبيانيه من هذا أيضا الجمهور. دقيقه يا اخوي عبد العزيز، ايضا رئيس مجلس النواب اصدر بيان، رئيس مجلس النواب، وزير الشباب، اتحاد كرة القدم استنكر، وزير الاتحاد استنكر، والان تم القبض على مجموعه من المتسببين بالإساءة وسيقدموا للمحاكمة. ليش ما خلص صالح تكفى أو المنتسين يا أخوي عبد العزيز يندسوا بين الجماهير لهم أجندة خاصة، وربما تدفع لهم أموال من أناس يريدوا الإساءة للعلاقات الأردنية الكويتية. يعني خلينا نكون عارفين أنه في بالمدرجات ناس مأجورين، ناس يدفع صحيح لهم صحيح اموال لبث الفتنه يا اخوي عبد العزيز. صحيح اخوي بسام، اخوي بسام احنا انا حبيت اوصل صوتي يا اخوي عبد العزيز. صوتك ان شاء الله صوتك وصل، بس احد الزملاء ايضا موجود حاب يوضح. اخوي بسام مساك الله بالخير او صبحك الله بالخير اخوي بسام، واحنا يعني احنا والاردن بلدين يعني شقيقين وما عندنا هذه الامور، لكن انا في 2003 لعبنا مع منتخب فلسطين في الأردن، وكانت هذه نفس
نفس الامر نفسه بالضبط الجمهور بالكامل. فانا اعتقد انك تقصد ان مجموعه من الفلسطينيين اللي قاعد يثيرون المشاكل هذه ما بين الاردن وما يقدر يعني يتدخل في هذا الامر، لان بالنهايه هم الشعب الاردني فلسطينيين واردنيين كلهم اهل ايضا هناك وكلهم. نعم كابتن، احنا الان في وسائل اعلام كثيره وعربيه تشير باصابع الاتهام لاشخاص من خارج الاردن يقيمون في دوله هم يحاولوا بس الفتنه والفرقه. معروفه الان هنا احنا ما نبي نتعمق.